خديجة جينكيز الخطيبة المفترضة، هي أول من أبلغ باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. روايتها هي أساس القضية التي تناقلها الإعلام. لكن الخطيبة غريبة، أحياناً خديجة جينكيز وأخرى خديجة أزرو، تقدم نفسها على أنها باحثة تركية مهتمة بالشأن العماني والتعايش المذهبي في عمان. بحسب روايتها كان خاشقجي على وشك الزواج بها، وهو المقيم منذ مدة في أمريكا. خاشقجي نشر مرارا صورا له مع زوجته معرفا بها ومع عائلته، وظهر مع الخطيبة التركية المفترضة في صورة جماعية قبل شهرين معرفا إياها بالمتخصصة في الشأن العماني، لم يقل قط إنها خطيبته. من أمسية البارحة عن يمين الدكتور محمد شلك صاحب الصالون، ثم سيدتان أرزو صومالي وخديجة جينكيز، والأخيرة متخصصة في الشأن العماني ولها كتاب في ذلك. لا أعرف هذه السيدة ولم أسمع بها من قبل سوى من خلال وسائل الإعلام. لا نعرفها ولا نعرف من أين جاءت ولا تمت للعائلة بصلة، وقد تكون أحاديثها وحضورها لتمرير أجندة خاصة بها. الباحثة التركية المفترضة وفي آخر حلقات المسلسل عادت لتقول إنها لا تصدق أن خاشقجي قتل، تماما كما قال الرئيس التركي، وعلى عكس رواية القتل المزعومة في القنصلية.